بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أبنائنا الطلاب في جامعات مصر، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد ومناسبة شهر رمضان المعظم. أعاده الله علينا وعلى مصر وعلى العالم كله بخير وأمن وسلام واستقرار إن شاء الله. طبعا كلنا شايفين الظروف اللي بتحصل في العالم كله اللي أثرت على التعليم في العالم، لدرجة أن معظم الدول تقريبا وقفت الدراسة فيها بشكل كامل، بعض الدول أجلت العام الدراسي، بعض الدول ألغت العام الدراسي. بالنسبة للجامعات المصرية حصل اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات، اتخذ مجموعة من الإجراءات اللي الهدف الأساسي منها والهدف الأول منها هو مصلحة الطالب ثم مصلحة استكمال العام الدراسي. القرار اللي اتخذ المجلس الأعلى للجامعات ميز أو فرق ما بين طلاب سنوات النقل وبين طلاب السنة النهائية. بالنسبة لطلاب سنوات النقل، المجلس اتخذ او وضع اختيارين وترك لكل جامعه حريه اختيار اي اختيار منهم، واعطى للجامعات سلطه اختيار القرار الذي تريده. والجامعات كل مجلس جامعه بيتم في الاسبوع الحالي والاسبوع القادم بيتم اجتماعات مجالس الجامعات بحيث انها تاخد القرار الذي يصلح لكل كليه بناء على اقتراح الكليه. طيب ايه الاختيارين اللي طرحهم مجلس اعلى الجامعات؟ مجلس اعلى الجامعات قرر ان كل كليه وكل جامعه قدامهم اختيار، اما أن تتم الامتحانات إلكترونيا. في حالة الامتحانات الإلكترونية المجلس اشترط أن يكون عدد طلاب الكلية عدد قليل بحيث يبقى من الممكن إجراء الامتحان الإلكتروني، وشرط تاني أن لا يتم إجراء الامتحان إلكترونيا إلا بعد التأكد بشكل كامل من قدرة الطلاب على الدخول للامتحان في الوقت المحدد ليه بسهولة بسر وعدم حدوث أي مشكلات. يبقى ده في حالة ما الكلية تقرر أن تتم الامتحانات فيها بالشكل الإلكتروني. الاختيار الثاني ان الامتحانات تتم عن طريق اجراء ابحاث، وترك لكل كليه وكل جامعه برضو تحديد كيفيه اجراء الابحاث، وهنقول ان شاء الله ازاي هنعمل البحث. بس في الحالتين سواء الامتحان هيبقى الكتروني او الامتحان هيبقى عن طريق الابحاث، الطالب من حقه ان هو يدخل الامتحان. طيب نفترض ان سيادتك رصبت في الامتحان الالكتروني او البحث بتاعك غير مقبول، في الحالة دي هتعيد مرة تانية الامتحان الإلكتروني أو هتعيد البحث. يعني لو أول مرة امتحنت إلكتروني يبقى تاني مرة هتعيد الامتحان مرة تانية إلكتروني، لو أول مرة قدمت بحث يبقى هتعيد البحث مرة تانية، يبقى قدامك فرصة تانية. طيب في حالة ما سيادتك رصبت في المرة التانية لا قدر الله سواء في الامتحان الإلكتروني أو البحث، في هذه الحالة يعتبر الطالب راسب في المادة ويطبق عليه قواعد النجاح والرسوب الطبيعية، بمعنى إن لو الطالب رصب في أكتر من مقررين او اترفض البحث بتاعه في اكتر من مقررين يبقى معنى كده ان هو هيعيد السنه مره تانية. طيب بالنسبه لدرجات الرأفه، درجات الرأفه الطالب هيحتفظ بدرجات الرأفه بحقه في درجات الرأفه، ولكن هتطبق على مواد الترم الاول فقط. مواد الترم الثاني ما فيهاش رأفه، لان مواد الثاني في الترم الثاني اللي هي هتتم عن طريق بحث او عن طريق امتحان الكتروني ما فيش فيها درجات، ما فيش فيها تقديرات، اما ان البحث مقبول او الامتحان الطالب ناجح او غير مقبول والطالب راسب. يبقى انت بالتالي هتاخد درجات الرأفة بتاعتك على مواد الترم الاول فقط. بالنسبة للطلبة اللي هم عندهم جزء عملي من سنوات النقل، الطالب اللي عنده جزء عملي من سنوات النقل اما ان هيتم الاستئناف هياخد الامتحان العملي دوت او جزء المقرر العملي، الموضوعات اللي كان المفروض يدرسها عملي زي كلية الطب زي قطاع الطب بشكل عام زي بعض كليات الهندسة، الجزء العملي اللي انت كنت المفروض تدرسه اما انك هتدرسه بعد صدور قرار بانهاء تعليق الدراسه مره اخرى او هتدرسه في بدايه العام الدراسي القادم ان شاء الله. طيب احنا قلنا دلوقتي ان مواد الترم الثاني لن تحسب عليها درجات، بمعنى ان لو افترضنا ان في طالب بيدرس في كليه، الكليه دي فيها المجموع فيها من 20 للماده الواحده، بيدرس في السنه الواحده على سبيل المثال 10 مواد ب 200 درجه، يبقى المجموع النهائي في اربع سنين بتاعه 800 درجه. انت عندك الترم الثاني على في المثال اللي احنا قلناه في خمس مواد ب 100 درجه، يبقى انت النتيجه بتاعتك عند التخرج التراكمي بتاعك مش هيبقى من 800، التراكمي بتاعك هيبقى من 700، وتحسب لك الدرجه على كل الترمات اللي انت درستها ما عدا هذا الترم. ليه؟ علشان يبقى في مساواه ما بين الطلبه كلهم. ده بالنسبة للنقل. طب بالنسبة لطلبة التخرج، بالنسبة لطلبة التخرج اللي هم السنة الأخيرة بعد صدور قرار من الدولة باستئناف الدراسة مرة أخرى سيتم منح مهلة كافية ثم امتحان هؤلاء الطلاب امتحانات
طبيعية. ليه طيب قال بالنسبة للتخرج سنوات التخرج يمتحن؟ لأن إحنا عارفين الطالب المصري معظم الطلاب بيحاولوا دايما إن هم يعوضوا الدرجات اللي ضاعت منهم في السنوات السابقة، فبيجي في الترم الأخير عايز يعوض الدرجات اللي ناقصة له، فلو حرمته من الفرصة ديت يبقى أنا حرمته من محاولة تحسين التقدير بتاعه، فبالتالي اتعمل ليهم امتحان علشان نديهم الفرصة إن هم يرفعوا التقديرات بتاعتهم. هيجي حد يقول طب ما هو كده ممكن نتأخر، خاصة بالنسبة للشباب هيتأخروا عن الجيش على سبيل المثال. لا ما تقلقش، الدولة اتخذت كل الإجراءات وتم التنسيق زي ما السيد الوزير قال، تم التنسيق مع كل الجهات في الدولة بحيث إنه ما تأثرش على الطلاب، يعني تأخير الامتحانات لن يؤثر على تأخيرك في دخول الجيش، ولو اتأخرت مش هتفقد الدفعة ومش هتتعاقب ومش هيحصل بالنسبة لك أي حاجة. طب هل من الأمان إن أنا أخش امتحن وفي فيروس؟ آه الدولة مش هتغامر بيك، الدولة هي اللي قعدتك في البيت وتاخذ قرار ان انت تقعد في البيت، وللاسف انت ما بتقعدش في البيت، احنا شايفين الشوارع عامله ازاي، وبرغم كده الدوله حريصه عليك، فمش هتنهي تعليق الدراسه وترجعك مره ثانيه تمتحن الا اذا كانت متخذه جميع الاجراءات الصحيه للحفاظ على سلامتك. ده بالنسبه لكيفيه اداء الامتحانات. بالنسبه للطلبه الوافدين هيتم مراعاه الوضع بالنسبه لهم زي ما قال السيد الوزير، وهيتم مراعاه عدم قدرتهم على الحضور للبلاد، وسيتم وضع امتحانات خاصه بيهم في التوقيتات التي تسمح بذلك.